علماء الازهر الشريف ومن مؤسسه نبض حياه. شرفتنا يا دكتور وانستنا. كل لحظه حضرتك طيبه وكل طرفه عين وانت جوه العين. الله يخليك. الله يخليك. ربنا يبارك خاطرك يا رب. يعني قبل ما نبتدي، انا الفقره دي حقيقه من الفقرات اللي ببقى فرحانه بيها، لان فيها سؤال وجواب. طبعا الجواب يبقى غلط بس حضرتك بصح لا لنا. لا ان شاء الله صح. وانا بمثل يعني اخواتنا اللي بيشوفونا، فاكيد فيهم ناس زي حالاتي كده، ثقافتهم يعني ايه على مؤسهم يعني. فقبل ما نبتدي حضراتكم، عودنا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي. الصلاه والسلام. الحمد لله الذي رفع عن عباده الحرج والمشقه، وامر باعطاء كل ذي حق حقه، وان يؤدى اليه بكل امانه ودقه. والصلاه والسلام الاتمان الاكرمان الازهران الاعطران على من من نوره اضاءت جبال مكه. هو خير من رفع الاله وشرفه، من ذا الذي اعنيه يا اهل الوفا؟ هذا الذي انس الفؤاد بذكره وامتد شوق في العيون لتذرفا. وهو الذي إن مس غصنا يابسا ألقى الظلال على طبيب قد شفى. ما قال لا يوما لسائل حاجة، أو قال كلا في عطاء أو نفى. صلوا عليه وسلموا يا إخوتي، ما طار طير في السماء ورفرفا. إن البخيل كما يقول نبينا، من لم يصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. صلى الله على حضرتك. طيب دكتورنا بقى، حضرتك ابتدي اسألني ويا رب يا رب أعرف أجاوب إجابة صحيحة. يا رب. كل حاجة بتحصل للإنسان في الحياة، هل هي متوقعة ولا بتحصل فجأة؟ يعني في ساعات حاجات بتحصل فجأة والواحد ما بقاش دريان، يعني على غفلة كده. ربنا يا رب. يعني في حاجات كتير ممكن تحصل على غفلة، ويعني والله مش عايزه اكون يعني متشائمه، بس هي غالبا الحاجات تحصل على غفله وبتزعجنا، الحاجات اللي فيها يعني اذى. حلو. وفي حاجات خير، بس الحاجات اللي فيها خير ما بتحصل على غفله، ما بناخدش بالنا ان الله احنا مش متوقعناش متوقعين وحاجه حصلت على غفله. حلو. ففي في حاجات بتحصل على غفله شر وخير. يعني برضه ما ادتنيش الاجابه. هل الحاجات اللي بتحصل للانسان في الحياه هل هي متوقعه ولا بتحصل فجاه؟ ما انت اختاري حاجه من الاثنين. يا متوقعه يا فجاه. ما لو قلت متوقعه هبقى انا يعني ذكيه الاذكياء بقى، واللي هو يعني بعرف الغيب. لا، غالبا الحاجات بتبقى مش متوقعه. لا، هي متوقعه. ازاي؟ كل حاجه بتحصل للانسان في حياته متوقعه، اي حاجه. بس لمين بقى؟ للمؤمن. طيب. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو قرأ القرآن الكريم، فلقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني هننزل عليك القرآن يا محمد، هننزل. يبقى إذن اللي هيحصل متوقع. لما نقرأ في سورة العلق اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، لحد ما نوصل إنه إيه؟ إن إلى ربك الرجعة. يعني كلنا راجعين. يعني إذن الموت حق ومش فجأة. ده بالعكس، ده انت جاي لك خبر اهوت وقايل لك ان انت هترجع لربنا، فبتتفاجئ من ايه؟ طب زي ما الاستاذه نشوى قالت في اول الحلقه، حضرتك بتقولي في الاشياء اللي هي المزعجه في حياتنا هي دي اللي بتحس انها بتحصل فجاه. زي مثلا المرض، زي مثلا الموت، زي كده. أيوه. زي كده. طب رب العباد سبحانه وتعالى في سوره البقره اللي حضرتك بتقرايها، في الصفحه اليمين المقابل في اول سطر فوق، نلاقي يقول ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني إذن البلاء اللي هيجي لك المفروض أنت أصلا ربنا مبلغنا بيه. حبيبتي الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. ده متوقع. أيوة. ده متوقع. الله ينور على حضرتك. ربنا قال لنا. أيوة. عشان كده لما تحصل أي حاجة في حياتي لازم أبقى أنا إيه؟ جاهز عادي. ما هو ده المتوقع. يجي لي بلاء الحمد لله، ما هو متوقع. يجي لي خير من عند ربنا افرح قوي واقول هو ده المتوقع، لان ده حسن ظني في الله. الله. هو ده حسن ظني في رب العباد سبحانه وتعالى، فانا متوقع الكلام ده. رب الخير هيجيب ايه؟ هيجيب خير. كل خير. هو ربنا بيبتليني ليه؟ يعني اظن ان الابتلاء بيبقى يا اما اختبار الله لمدى ايمانك. ايوه. يا اما رفع درجات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله 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 الله. احنا نبدل بقى. يا الله يا نهار ابيض يا نهار ابيض. الله ينور على حضرتك. زي ما ربنا قال في سوره الملك: هو الذي خلق الموت والحياه ليه يا رب، قال لي يبلوكم ايكم احسن عملا.
عمل ولا احسن عمله؟ احسن عمله. احسن عمله، يشوف مين فيكم اللي هيحسن العمل، مين فيكم اللي هيقدم الخير لله سبحانه وتعالى. يبقى انت اذا مخلوق في الدنيا وعارف ان في ابتلاءات وفي اختبارات، وان انت مخلوق في الدنيا علشان خاطر تمتحن. مش زي الطالب كده اللي مثلا مره واحده دخل ايه، دخل الامتحان وهو مش مذاكر، فدخل الامتحان فلقى ورقه اجابه، فمسك ورقه الاجابه وكتب عليها اسمه، جينا نديله ورقه الاسئله بيقول لك لا والله ما عايز، والله ما عايز ايه؟ مش مذاكر. ايوه الله ينور على حضرتك. لا. ايوه هو ده شيء، هو ده حصل فجاه ولا انت كنت متوقع لا الكلام ده؟ انت موجود عشان يتم اختبارك. الله ينور على حضرتك. ايوه موجودين في حياتي اختبار. يبقى اذا انت ما تتفاجئش باي حاجه. لا بالعكس، توقع كل حاجه. انت كمؤمن متوقع ان ربنا سبحانه وتعالى هيبتليك، متوقع ان ربنا سبحانه وتعالى هيديك من كل خير، متوقع ان ربنا سبحانه وتعالى هيبعث لك ملك الموت في اي لحظه، ما انا جاهز. هو المؤمن هيفرق معاه ايه؟ معلش بنتكلم انا وحضرتك او بندردش، هيفرق معاه ايه اما اموت في اي لحظه؟ ما هو كده كده ان شاء الله ربنا راضي عنه هيوديه الجنه. بس الله ينور عليكي، ايه احسن بقى من لقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ فتلاقيه بصي متوضي وجاهز والدنيا زي الفل ومصلي والحمد لله منظف قلبه وحابب الناس كلها كده زي الاستاذ نشوه، والناس كلها بتحبه برضه، وربنا سبحانه وتعالى موزع له القبول في الارض وفي السماء. فخلاص هو معلش قلقان من ايه؟ ده بالعكس هيخرج من الحياه الدنيا الى رب العالمين بقى، الى الملكوت الاعلى بقى اللي عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الى الجنه بقى التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت عارف يا دكتورنا في ايه انا مش حافظاها، بس اللي هي فيها ويخرجكم من الظلمات الى النور. انا التفسير اللي جاء على دماغي كده الظلمات دي اللي هي الدنيا، تمام، ويخرجكم للنور لان هو بالقرب منه فهو النور. الله الله ينور على حضرتك. طيب. ايوه في تقريبا معانا في يعني يا رب اعمال يعني يا رب يكون محوطها كده بنور وجهه الكريم. أمين يا رب. لانها في طاعته. الله. فنشوف التقرير ونشوف هل هذا العمل ان شاء الله ان شاء الله يخلي ربنا راضي عننا وربنا يتقبله ان شاء الله ويخلينا كده في زمرة النورانيين الربانيين. الله ينور على حضرتك. وهل هذا العمل نقدر نستمر في طول العام ولا لا؟ متوقع ايه؟ ان شاء الله نستمر. أيوة يا كده. رب يا رب. ان شاء الله. نشوف التقرير بعد اذن حضراتكم ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور مصطفى العكريش.